السلام عليكم شقارة أبتا زورد كوا فيديو مالتي بزعبا مستحادة قنين تكل نقر مالتي أبو زحاد سبات حاتي تكون مالتي شقارة تنباخو عند قنا دماني إذي جات ويدماني إتي بزحاد سبات كات تحفكم شوشان بمولو إزخ كمية بإسلمنا مسلم سبات يقبرو أم قليل لكم تحفكم مالتي نزاني حفتنا دمامتي ألوخ باقيرا كلوخ مولسي أغدي ما قنك أسيلة خزارة وسلزر لخو مالتي أبزي أغلتي فاقتو دي أزا فيديو أبتا خليتي فيديو خاني كتسمعوها بزمن قد التمال اختق عندك يحفكم إلا بمالتهم الله سبحانه وتعالى أنت يبلنا مثلكم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك لظلام للعبيد بلنا الله سبحانه وتعالى سبق زجبر النفسي حماس جبر النفسي الله جن بارات بفتصم عمات أيكون بملوهم إذا بمسلم سوات نسلمنا تفرد سوات كلهم إذا مسلم سوات نسلمنا خنق عشش الزوع له بدنا ساتم تصرحوا إسلام تصرفوا تصبحن وقابكن مع الله كلهم كنت حازيا مالتي اسلمنا يا حرب واسلمنا دماني مستي سوتي اسلمنا شقارا صحبو ششان صحبو كل نقر حماق نساتهم ميقبرو ولا يخونو دا أمبر صباح نقاب كل مرب نسام كتحاز اليوم اسلم مسلم سواتن اسلمنا كابز نسام اي فليلي نام علوتي الله زبالنا احنا كل نقر نقبرو مالات ايكونن بجاكاتهم الله زهبهم سوات مالوتي سلازي بجاكم باتهم مسلم سواتن اسلمنا اي تفردو ازيناتي مخري مالوتي اندقنا ناب تحتو انتمتي بزعوا شقارا اذا لا تحتو مالوتي قدم حجي مهوران زنبورو ناي إسلام مالاتيو اتوم ليكاون تزنبورو كاب حدا حديث تمور كيسوم انتا يبلو شقارة حرام زيكونس مكروه مالاتكا تتسألاي نقاري ولنيروم كام منتا يتبقيسوم مالاتيو جابر ابن عبد الله زم حلالفو حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كاب حان تتخلي ويدماني كاب زا تخلي زيا ويدماني كاب زي تسعدا شقورتي زبادة عسب مسجدنا اي اسيلوم مالاتيو نمنتا علاما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كام زيلوم تسعدا شقورتي زبادة عسب افو سلاز شتت نتوم سقلو سلاز ربوشوم كام زبالي عخو مسجد اي تتو زعينو تحديث هم حلالفو من نام مالاتيو كاب سبقيسوم ناشقارة نقر نرأي حجي اتي شقارة صح من كلاغ افكان تا يقون شتان سبتو دوغالة مسجد كأتو خمزي كأل نقرات ريوم مكروه تتسأل لأي نقاري بلوني يروم غالوتي ابزي كديز نزلنا ابزي كديز زلو علماء اقن لعلى 400 علماء لكاونتنا اسلام مهوران مالوتي حرامي شقارة يبلو كان من تاي تمور كيسوم كابت زغرب لكم قرآنات بحجي زمت سئن كابزي بز ساينس زلو نقرات كله تمركي سوم على تي مغنيات الساينس أبزي كزي يزي زلنا انساي زبلنا نايش قارة حادة قين النت بمولو نقراتي قلت لنا على تي أبتستاسيكس كمان زوت سوء نعلم هو مالوتي لعلى 400 مليون هزبي سبات مالتي بسنك شقارة عمتها وخمز موتي نقرانا مالتي اندقنا سنخا كم فرقا ابتخليت فيديو تسبق يا رخو بره يا مالتي لايك فال بزنا يزا حوانا يا رخو قطلا مالتي امن تاي بس احان يرى اسنان نخوانا اندقنا دماني كنافرنا قصنايك ايرنا سامبونا تشقورنا كل نقرات مالتي وحدا قنيا ناي شقارة مجم كل سبز طفو سب يلن مالتي ويناي تنباخو ويناي كل نقر مالتي ازي مطفو ازي كبير زخوانا نقري كابز تبقي سوم بزي حجي كل ساينس او تسقوه زولو مالتي كم تزبال لكم لعلى 4 مليون هزبي أبعامت بسنك الشقارة زموتو ناي تنباخو خاء لعليو مالتي بسنك زي كابز تبقي سوم نفس خام قد اسلا زخوانا نتناي قرآن عن كتعتن نزناي كل ساينس زبالوا بقبر زرق ريوم مالتي علماء حرامي لما مالتي نستوعلني الله سبحانه وتعالى قدس قرآنك مالتي الله سبحانه وتعالى بسورة الأعراف 150 شوعة انت يبلنا مثلكم نزياتهم نزي أبقاتهم زلو أبتوراتنا بإنجيلن أبتوراتنا بإنجيلن تصحيف زركب زي تصحف زي نبب نبي زخونا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أختنيا زخطلو المن اختنيا زخطول زخون برقت صحفال له قبلنا الله سبحانه وتعالى انت عايز نبي زبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بتسبق صراح يئززهم كابتي كفو زخون نقر دماني يخل كلهم افتي تسبق نقرات نتي تسبق نقرات نعاتهم يفقدوا لهم نتي مطفو زخون نقرات دماني نعاتهم حرام يقبر لهم إلنا الله سبحانه وتعالى من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلزي نايش قارا كل حدا قننا نقر رئيخا انتا ايزي مطفو نقر سلزخونا اي فكدنيو اندقنا خا الله سبحانه وتعالى ابصرة البقرة معرف كل التم فقدي 209 حموشن انتا يبلنا با الله من قدي لقسو
በእጃቻችሁ ለነፍሳችሁን ወደ ጥፋት አትጣሉ ቢዳውኩም ድማኒ በገዛ ፍቃድኩም ነተነፍስኩም ናጥፋት መንገዲ አይትደርቢ ዋን ነፍስኩም ለናላህ ወላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሽጋራ ሲህብካቱም ባቆ ሲህብካን ነፍስካ ናጥፋት ይጋት ገብራ ማለት እዩ አላህ ኸምዚ ብለናላህ ወላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ በጎሰራን ስሩ ነትጽቡቅ ዝወነ ስራህ ስርሑ አላህ በጎሰሪዎችን ይወዳልና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነቶም ጽቡቅ ስራህ ድሰርሑ ይፈትዎም እዩ ብለና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መሊሱ ካላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንታይ ብለና አብሱረቱል ኢስራ ማዕራፍ አብሱረቱል ኢስራ ፍቅሪ 26 እንታይ ብለና ለዝምድና ባለቤት መብቱን ስጥ ነቶም ናይ ዝምድና ዝኾኑ ባለቤትካ እንታይ መፍቶም እትናታቶም መፍት ሀቦም ብለና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለምስኪንና ለመንገደኛ ስጥ ነቶም መሳኪንነቶም መንገደኛነታትን ድማኒ ሀብ ብለና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ማባከንም አታባክን ይብለና ምብኻን ድማ አይተባኽን ንሽጋራ ኢልካ ንትምባኾ ኢልካ ንኩሉ ሽሻን ኢልካ ንኩሉ ነገራት ተውፅኦ ገንዘብ ተባኾኖ ክንድምንታይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ምብኻን ኣይተባኽን ብለካ ኣሎ ምክንያቱ ምብኻን እንታይ ብለና ትሕት ኢሉ ማለት እዩ ኣባካኖች የሰጣይናት ወንድሞች ናቸውና እቶም ኣባኸንቲ ናይ ሸጣውንቲ ይሕዋት እዮም ብለና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሸይጣን ድማ ንጎይቱ ብርቱዕ ክሓዲ እዩ ስለዚ እዚ